مساء الخير. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. طبعا اني وياكم علاوه من بغداد، بس عندنا اغنيه بالاول الك. اوكي يلا تفضلي. هلا ويا نور عيني ويا هليه، يا سيوف من تمر سلم علي. هلا ويا نور عيني ويا شلونكم؟ زينين الحمد لله. طبعا انا كنت متابعتك على اليوتيوب. ايه اليوم قاعدين انا وجهاد اثنين، انا وولدي بنية ولد ورجلي متوفي منطق عمري. الله يرحمه وابني كان لي دقوا كان ما ادري شو راح اصير. قلت له يوم اسم الله شنو بيدك سحر؟ والنبي محمد اول مره شاركك. على راسي والله. سالم راسك. باسم من؟ ايه باسم ابني. تريد باسمي بكيفك؟ كيفك انت شو تحب؟ انت بكيفك؟ يلا باسمي ذكرى محمد. ذكرى محمد، من وين انتي؟ اني من بغداد. اوكي، يا منطقة؟ نعم؟ يا منطقة؟ منطقة ترديالة. يا اهلا وسهلا بيك. وبيك اكثر. يلا البيت بيتك. يعني نعبي بيت بيت الخوف ما يطلع لنا شيء وتروح الفرحة. يعني شو تريدي؟ انت كيفك؟ انت كيفي؟ والله انا رايده من يمك وهم ايتامه وانت ذا فرحتهم يا مبعد رب العالمين. انت كيفك يعني بدي يعجبك؟ ايش محتاجه بالبيت؟ شلون؟ انت اللي عجبك ايش يطلع من يدك نعم الله. اني لا اقول لك اي ولا اقول لك لا. اعطيك هاي محضره الطعام؟ شنو هي؟ محضره مال الطعام هاي طاحونه ومثرامه وما ادري شي جهاز. لا شو نسوي فيها طاحونه؟ انا شنو اشتقت لها؟ صار لك ساعه بكيفك وبكيفك. لا صار لك ساعه بكيفك وبكيفك. مو طاحونه. واول عظيم واول عظيم اقول لك ايه ومن يقول لي لا لا. انت بكيف لا تعطي من هسه مجال. شلون؟ باعي هي محضره هيك مال طعام تبدلين السكاكين مثرامه وطاحونه وتقص خضروات. بعد تعطينا طاحونه وهذا هذا الدكيت ما ادري شو اسمه هذا شنو هذا رجال مني. تريدي نايم مال عنايه مال بشره؟ اي عادي شيء ما يعني مال بشره كل شيء كل شيء. يلا هاي بالعافيه. طبعا انا اشكرك ورب يحفظكم ويحفظ الكادر كله. كنت اليوم مسويه ثواب وعيالي كلهم يمي. سلمينا عليهم كلهم. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله ويحفظ الكادر كله. يسلمك ويخليك. رحم الله والديك. الله يخليك ويحفظك. رحم الله والديك. الله يسلمك. الله انت ما شوف نسكت تطلع.